السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا واحد الدرس رائع رائع جدا، انا متأكدة انه غادي ينال الاعجاب ديالكم. فاول حاجة غادي ناخدو خيط مبروم على ثلاثة شعرات والابرة ديال الراندة العادية. فهاد الدريس هذا صراحة انا عجبني بزاف، يعني كنتمنى حتى نتوما يعجبكم. والطريقة ديالو سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت يجي أنيق، مناسب للقفطان، مناسب للجلابة، القميص، يعني أي حاجة بغيتوا تخدموها تقدروا تستعملوا هاد الدرس، فهو رائع جدا. واللي أجمل من هاد الشيء أنكم تقدروا تكبروه، يعني تقدروا تكبروه أو تصغروه، يعني على حسب نتوما شنو بغيتوا. فأول حاجة غادي نتبتوا هاد العقيقة هنا، هاد الدريس هذا غادي نستعمل فيه انا العقيق باش يزيد يعني يعطي جماليه اكثر ويبان يعني بشكل رائع اكثر. فغادي نرجع في هاد الغريزه هذه اللي انا كونتها في الاول، فغادي نرجع فيها بهالطريقه هذه. هنا علاش غادي نرجعوا فيها؟ باش تكون عندي هاد نصف دائره اللي فوق من هذيك العقيقه اللي احنا استعملناها. طبيعة الحال يعني العقيق فهو تعطي جمالية لأي نوع من الضرس، تزيد يعطيه يعني جمالية أكثر. فهنا أنا غادي نرجع غندير غريزة في التوب باش تضوبل ليا هذيك نصف دائرة، يعني بتولي عندي الخيط مضوبل على جوج باش تجي واقف، يعني يجي واقف مزيان، وكذلك نقدر أنني نستمر في الخدمة بشكل عادي جدا. الآن دابا شنو غادي نديرو؟ غنديرو حبكة عادية جدا، الحبكة اللي موالفين تنخدمو بها الضرس. طبيعة الحال يعني تنخدموا بها بزاف ديال الحوايج، المهم ديما تنكونوا بهالطريقه هذه هاد نصف دائره وتنبقاو غاديين على، شوفوا معايا الاتجاه ديال الخيط. فهنا غادي نمشيو بهاد الشكل هذا دائما، غادي نرجعوا نديروا الخيط في هاد الاتجاه ونرجع نطلع يعني الابره من وسط هاد الخيوط هادو كاملين. فانا هنا غادي نستمر حتى نوصل طبيعه الحال النهايه ديال هاد نصف دائره نكملوها. كما قلت لكم هاد الدريس هذا ساهل وبسيط بزاف، وانا غادي نوضع لكم يعني المرحله الاولى، وانتم لو بغيتوا تزيدوا تكبروه زيدوا كبروه، يعني مش اشكال، انتم يعني غتكملوا شويه من راسكم. لاحظوا معي الان وصلنا يعني النهايه، يعني صافي كملنا هذه المرحله هذه. والان غادي نبداو اهم مرحله اللي كنتمنى انكم تركزوا معايا فيها مزيان. الان غادي نوضع انا غرزه، لاحظوا معي جيدا غرزه في التوب، ولكن شوفوا معي الرجعه كيفاش غادي نرجع باش تكون عندي يعني واحد العمليه رائعه جدا جدا جدا. فغادي نرجع في هاد الحبكات هادو اللي حبكت، غنخلي وحده ونخدم في الثانيه. لاحظوا معايا مزيان، غنخلي الحبكه الاولى وغادي نخدم في الثانيه، غنوضع فيها غرزه. شوفوا معايا مزيان، هادي راها غرزه عاديه. فهاد الغرزه هادي غادي نرجع فيها بحبكه. لاحظوا معايا مزيان الاتجاه ديال الخيط، هذا هو الاتجاه ديال الحبكه، ديما الحبكه تنحبكوها بهالطريقه في هذيك الغرزه. هنا باش يولي عندي واحد الارتفاع، يعني هنا شوفوا معايا مزيان غتعطيني واحد الارتفاع وغادي يبانوا عندي واحد العوينات. غادي نخلي حبكه وغادي نجي للثانيه، يعني هذه هي اهم حاجه، خليو ديما حبكه وجيو للثانيه. شفتوا معايا انا في الاول ما كنتش كنحسب، يعني كنت كنت غاده عادي، يعني ما كنحسب ما والو، ولكن اللي مهم عندي في الاخر، مهم نتوما قد ما قدرتوا تعمروا هذيك نصف دائره عمروها. والان اللي مهم الان انكم ديما تخليوا حبكه وتجيو للثانيه، غتخدموا عليها غرزه وترجعوا في الغرزه ديروا حبكه. شوفوا معايا هنا نخلي وحده ونجيو للثانيه، وغادي نوضع هذه غرزه كما قلت لكم، هذه اهم حاجه. هذه غرزه عاديه وغادي نرجع فيها بحبكه اتجاه ديال الخيط. فغادي نرجع بهالطريقه هذه. هنا غادي يوليو عندي هاد العوينات هادو، وهما اللي غادي نرجع نخدم فيهم من بعد.
باش يولي عندي الدريس يعني رائع جدا. تقدروا تكتفيوا بهذه المرحله هذه، يعني اللي بغات تحبس عند هذه المرحله ودير دريس من الفوق فغتجي الخدمه مزيانه. يعني نعطيكم انا جميع الاختيارات باش كل وحده تاخذ اللي عجبها. يعني اللي بغات مثلا درس صغير ما بغاتوش يكون كبير بزاف، تقدر تكتفي بهذه المرحله وتوضع دريس من الفوق، اما الدرس ديال الواحد اما الدرس اللي انا غادي نوريكم الان. ما غاديش ندير الدرس ديال الواحد، غندير واحد الدرس اخر وحتى هو ساهل بزاف وسهل كاع من الدرس ديال الواحد، وفي نفس الوقت ما تيكونش مقاصح من الفوق وتيبقى يشد لينا فيه الخيط وتيتشنتف، فما غادي يتشنتف ما والو. المهم دابا كملنا هاد نصف دائره اللي عندنا، غرزه في حبكه غرزه في حبكه حتى وصلنا للاخر. الان لاحظوا معايا مزيان، غادي نرجع للتوب وغادي نوضع هاد نصف دائره، وهنا حاولوا انكم تجيبوها يعني تماما، يعني شدوا بصبعكم مزيان باش تجيبوها عبار كما كنقولوا عبار، حاولوا تعبروها مزيان باش تجيكم بهالطريقه، يعني ما تزيد ما تنقص. الان غنعاود نقول لكم مره اخرى، انتبهوا معايا مزيان في هاد الدريس هذا، ضروري شويه الانتباه. غير غادي نخدموا دابا على هاد العوينات اللي حنا كوناهم، هادوك العوينات غنوضع عليهم انا الحبكه الاولى. شوفوا معايا هنايا مزيان الحبكه الاولى والحبكه الثانيه في نفس العين، لاحظوا معايا مزيان في نفس العين. يعني احنا دابا ما غادي نشوفوا كنخدموا كل عين نخدموا عشوائيا، هنا غادي نحسبوا، يعني انا هنا غادي نحسب. درت ثلاثه الحبكات في العين الاولى، والان في العين الثانيه حتى هي غندير فيها ثلاثه. لاحظوا معايا مزيان الحبكه الاولى والثانيه، وعندكم يفلت لكم هذاك الخيط حاولوا تنتبهوا ان الخيط يبقى مشدود، يعني تبقوا شادينه مزيان ومركزين عليه باش ما يفلتش لكم. فنحاول هنا نشد مزيان يعني الخدمه ديالي. جيت العين الاخرى اللي حداها وغادي نخدم عليها حتى هي غادي نخدموا فيها ثلاثه. هنا تقدروا يعني الا اضطريتوا انكم تخدموا اربعه، مثلا في واحد مرحله بانت لكم الخدمه شويه مزيره وبان لكم مناسب انكم تخدموا اربعه فخدموا اربعه، يعني ماشي اشكال. المهم غير ما يجيش الدرس مزير وفي نفس الوقت ما يجيش مرخوف، يجي عادي مرتاح، يعني كما كنقولوا مرتاح واخد راحته، يكون مرتاح في الخدمه ديالو مرتاح عادي، يعني تشوفوا الخدمه تبان لكم مزيانه وغاده انيقه في نفس الوقت. فغادي نهبط الان هاد الهبيطه هادي ونوريكم كيفاش غادي نبداو درس واحد اخر جديد. يعني لاحظوا معايا ديما غنوضع انا ثلاثه في كل عين، في كل هاد العوينه غنوضع ثلاثه. هاد الدريس هذا تيشبه لواحد الدرس تيخدم بالكروشي، يعني كيبان لك بحال هكا عوينات كبار وفي الفوقيهم يعني كتخدم اعمده صغار، ف هو رائع جدا، ولكن هو براندة يعني خدمنا احنا براندة. واللي مهم ان الخدمة تكون انيقة. فالان غادي نوضعوا غرزة ديالنا في التوب وغادي نحسبوا شحال خاصنا من غرزة في التوب. شوفوا معايا مزيان غنحسبوا من البداية، واحد اثنان ثلاثة اربعة، عندي اربعة ضربات في التوب. هادشي شنو غادي ندير انا؟ غندير ربعة ضربات في التوب، يعني هذه الطريقه باش تقدري انك تدوزي من مرحله لمرحله. فخدمنا ربعة، غادي نجي هنا وغادي ندير ربعة، هذه الثانيه فهذه هي الثالثه، والان غادي نوضع الرابعه باش يجي كذلك الدرس مرخوف وعلى راحته، يعني ما تجيش درسه فوق من درسه وداكشي مزاحم. المهم دابا غادي نركب هاد العقيقه. انا هنا بغيت نوريكم هاد الدريس الثاني غير باش نشوفوا الطريقه ديال الانتقال من هاد المرحله لهاد المرحله، يعني الخدمه فهي نفس الخدمه، غير انا بغيت نوريكم هنا كيفاش تنتقلوا وكيفاش تدوزوا يعني ملي تسالي وكيفاش تبداو واحد اخر جديد. ففوق من هادوك الغريزات اللي حنا كنا درناهم هما اللي غادي نخدموا عليهم في الاخر، عوض فاش يعني نخدموا على التوب غادي نخدموا فوق منهم صافي عادي يعني وغادي نكملو. فالان انا غادي نوضع الحبكات ديولي عادي على هاد جوج الخيوط، كما قلت لكم هاد جوج الخيوط هما تيعاونونا بزاف باش ان احنا نوقفوا الدرس
يجي واقف ويجي شاد في راسه مزيان، في نفس الوقت كيبان زوين يعني كيبان مناسب. المهم انا هنا كملت ووصلت لهاد المرحله هادي، غادي نجي لهاد الغرزه وغادي نختم فيها. والان غادي نبدا هذيك المرحله اللي قلت لكم فيها، يعني غرزه حبكه غرزه حبكه حتى كنكملوا. نخلي ديما وحده ونجي للثانيه، هذه غرزه نرجع فيها بحبكه بحال هكا، نخلي وحده ونجي للثانيه ونوضع كذلك حبكه فيها، يعني كنرجعوا فيها نوضعوا حبكه. هاد العوينات هادو هما اللي كيعطيو واحد الجماليه للخدمه وكتبان انيقه كما قلت لكم الدرس. يعني كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، لانه الصراحه رائع جدا، خصوصا العقيق فهو كيخلي يعني يبان زوين. فهنا هاد العوينات هادو انا ما كنحسبش، يعني دابا انا غاده خدامه بلا حساب، ولكن الان عاد غادي نبدا نحسب. فهاديك المرحله الاخرى اللي قلت لكم كنديروا فيها ثلاثه الحبكات، ثلاثه في ثلاثه في ثلاثه، هي اللي كنحسبها. اما الشيء الاخر ما كنحسبوش، يعني لان اصلا ملي كيكون عندك يعني الخدمه كثيره وكتبقى تحسبي راه صراحه حساب شويه كيتلف. فانا مكنبغيش نبقى نحسب بزاف، كنبغي نخدم يعني عيني ميزاني في الخدمه وكل شيء يجي متناسق. المهم هنا ديروا 3 3 3 كما قلت لكم، اللي حسيتوا بالخدمه تزيرات ولا شي حاجه ديروا 4. يعني في شي مرحله مثلا بانت لكم الخدمه تزيرات ديروا 4 ماشي اشكال. المهم انا دابا غادي نكمل هذه الخدمه باش نرجعوا نشوفوا اخر حاجه واهم حاجه، هذاك الدريس اللي غادي يجي فوق من هذه الخدمه بطبيعة الحال هو اللي غادي يعطيها واحد الجمالية. انا غادي نستخدم لون اخر، انتم تقدروا يعني اللي بغات تخدم بنفس اللون، اللي بغات تخدم بجوج الالوان فكل شيء زوين. شوفوا معايا هذا هو اللون اللي خدمت به، هو صراحة ما كيبانش بزاف ولكن كنتمنى ان الفكرة تكون واضحة. لاحظوا معايا مزيان، هنا كنوضع الحبكة الاولى والحبكة الثانية. هنا دابا ما بيناش لكم مزيان، ولكن ملي غادي نبدا واحدة اخرى جديدة غادي تبان لكم مزيان. شوف معايا دابا مزيان شنو غادي ندير، غنجي هنا وغادي ندير غرزه فوق من هذوك الحبكات اللي كنا حبكناهم في الاول. هنا تقدروا تستعملوا الضرس ديال الواحد، يعني لاحظوا معايا مزيان، اللي بغات دير الضرس ديال الواحد ديرو، اللي ما بغاتش ديرها الطريقه اللي انا درت غرزه وغادي نرجع فيها بجوج الحبكات، الحبكه الاولى والحبكه الثانيه. شوفوا الاتجاه ديال الخيط، ركزوا غير على الاتجاه ديال الخيط هو اللي مهم. جوج ديال الحبكات تقدروا تستخدموا حتى ثلاثه الحبكات، يعني ماشي اشكال، ما نعقدوش الامور، يعني اللي عجبتها شي حاجه ديرها، ديروا جوج ديروا ثلاثه، المهم الخدمه راه غتجي رائعه جدا. فهذيك العوينه اللي كتبقى عندنا في الوسط هي اللي كنجمعوا بها ما بين الاولى والثانيه. علاش انا في الاول درت 4؟ الا درتوا 4 تبعتوا نفس الطريقه اللي انا درت، فديما غادا تعطيكم هذيك العوينه في الوسط، الغرزه في الوسط ولا العين في الوسط هي اللي غتعاونكم. لاحظوا معايا مزيان، ديما كندير غرزه وكنتبعها بجوج الحبكات. انا هنا درت جوج والخيط مبروم على ثلاثه. غادي نرجع لهذا المكان كما قلت لكم، هنا هذه غرزه عاديه وغادي نرجعوا فيها كما قلت لكم بجوج ديال الحبكات. فكنتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا شكرا لاي سيده كتبات التعليق ديالها الاعجاب ديالها بطبيعه الحال. يعني كنشكركم جميعا، وكنشكر خصوصا السيدات اللي تيدعموني وتيشجعوني على الاستمراريه، فكنشكركم بزاف يعني، وكنتمنى لكم السعاده في حياتكم، يعني سواء الحياة الشخصية أو الحياة العملية. فكنشكركم جميعا وكنتمنى أن الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وما تنسوش بطبيعة الحال لأول مرة كتشوف القناة وعجباتها فتشترك في القناة، واللي اشتركت كنتمنى أنكم تضغطوا على زر الجرس، فهو هذا الزر هو داروه أساسا باش يعني وصلونا الإشعارات. بزاف الأشخاص ما تي يعني
ما تنتبهوش ليه ولا هذا، فكيقول لك ما كيوصلوناش اشعارات ولا شي حاجه، فراه المشكل في هذاك الزر ديال الجرس، كيقول لك باللي راه ضروري خاصك تضغط عليه باش يوصلك الاشعار وهذاك الشيء. المهم اللي عجباتو شي حاجه يديرها، وشكرا على المتابعه.